ليلي وبكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. الحارس السوبر وحارس مصر الاول الكابتن محمد الشناوي 24 بطوله، السوبر السادس ليه مع النادي الاهلي. كابتن شناوي مليون مبروك، بطوله غاليه وكاس غالي، السوبر السادس لشناوي مع النادي الاهلي، 24 بطوله، تاريخ كبير جدا يا كابتن شناوي، مليون مبروك على البطوله وعلى الانجاز النهارده. الحمد لله الحمد لله، بارك للعيبه النهارده كان على قد رجاله. طبعا انا برحب بالكابتن شوبير وبقول للعيبه انتوا كنتوا رجاله النهارده على قد المسؤوليه، ودي روح النادي الاهلي ان شاء الله نبني على كده الفتره الجايه. واحنا كنا تعهدنا ان النهارده ما ينفعش نروح الجمهور ده للبطوله، الحمد لله كسبنا البطوله وان شاء الله نفرح ونقول بكره كده ان شاء الله نرجع نفكر في اللي جاي كده ان شاء الله. كابتن شناوي كنت تتوقع سيناريو المباراه 120 دقيقه ونروح لضربات الجزاء اللي تالق فيها بشده حارس مصر الاول الكابتن محمد شناوي؟ بصراحه ما كنتش متخيل ان احنا نوصل لضربات الجزاء، انا كنت متخيل ان احنا نخلص الماتش في الملعب، بس احنا ضيعنا كتير النهارده وما كانش معانا التوفيق في الملعب جوه المباراه يعني، بس ربنا كان مش هيضيع تعبنا لغايه ضربات الجزاء، والحمد لله احنا وصلنا لضربات الجزاء واللعيبه كانوا على قد المسؤوليه وكانوا لعيبه رجاله. ده اهم حاجه بالنسبه لي ان هم كانوا النهارده الروح بتاعتهم رجعت تاني واسلوبنا في اللعب رجع تاني، ده اهم حاجه. وانا بقول لهم نبدا من دلوقتي ده نبني على كده وربنا يكرمنا ان شاء الله في اللي جاي، ده اهم حاجه، ونفرح النهارده انتوا رجاله النهارده، وبارك للجمهور ده عشان ما يروحش زعلان، ده اول حاجه. تاني حاجه بارك للاداره والجهاز الفني وبارك للعيبه والف الف مبروك. البدايه بتبقى من اوضه اللبس ومن الكباتن. كابتن الشناوي متحامل على نفسه في الاصابه، رامي ربيعه بيلعب وهو مصاب، عمرو السوليه ودوره، محمد هاني النهارده بيكون موجود، اعتقد بتوصله رساله كبيره جدا يا كابتن شناوي، دور والنجاح وكباتن النادي الاهلي. اكيد طبعا اللعيبه على طول بقول دايما على طول اللعيبه دايما بتتحط في المواقف الصعبه بتبان معدنها، واللعيبه النهارده لعبنا 120 دقيقه، الرطوبه كانت صعبه جدا النهارده، اللي جه على نفسه واللي جه عشان خاطر الفرقه وعشان خاطر الجمهور، هو ده على طول، دي لعيبه النادي الاهلي دايما بتتحط في المواقف الصعبه بتبان، وانا بقول لهم الف مبروك، واهم حاجه الجمهور رجع النهارده بالبطوله، ده اهم حاجه بالنسبه لي. ان شاء الله اللي جاي يكون افضل ونبني على كده كده. كابتن شوبير قال نقطة، قال وانت بتقرا بطولات الكابتن محمد الشناوي عينيك توجعك من كتر البطولات، الشناوي حارس مصر الاول، اتكلم على نقطة مهمة جدا، لازم نحافظ على قيمة النجوم بتاعتنا وكباتن النادي الاهلي. اكيد طبعا، يعني كلام حلو جدا من كابتن شوبير. طبعا هو بالنسبه لنا احنا بنكتب تاريخ نفسنا، وجيل ده كاتب التاريخ لنفسه بالارقام، وانا بقول للعيبه ديت يعني افتخروا بنفسكم اللي انتم عاملين بطولات كبيره جدا بالارقام وبتوصل لكاس عالم الانديه 5 مرات على التوالي. لا احنا اللعيبه بصراحه الجيل ده عمل حاجات كتير جدا، ومش انا لوحدي، احنا كلنا واحد، وانا على طول دايما بقول النادي الاهلي ما بيخسر بيخسر النادي الاهلي، ما بيكسب النادي الاهلي بيكسب. انا ما بقولش ان انا احسن منهم في مصر خالص، اللعيبه هي شغلنا هو اللي بيتكلم على نفسنا، واللعيبه ديت هي حط على البطولات وبتاخد البطولات، احنا بنقول النادي الاهلي والجمهور والاداره والجهاز الفني كلنا مركب واحد. حسيت ان المباراه ممكن تهرب النهارده؟ خلاص عشان عندنا طياره.